توصيات مؤتمر تقرير بسيوني بين توثيق الانتهاكات وتطبيق الاستحقاقات 23 نوفمبر 2013. تدخل مملكة البحرين اليوم العام الثالث من تسليم اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق لتقريرها الذي وثق جزءا مهما من الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان، وليس جميع التجاوزات والانتهاكات خلال فترة قصيرة جدا لا تتجاوز 3 أشهر فقط من عمر الحراك المطلبي الذي يشارف على دخول عامه الثالث. فيما لم تنفذ التوصيات التي شكلت وثيقة تاريخية للبحرين والعالم، وبقى التقرير في إدراج السلطة معطلا ومهجورا، وفيما سجلت السلطة بعضا من التغييرات الطفيفة وغير الجوهرية التي لا تمت لأصل المشكلة بصلة، ولذلك استمرت الانتهاكات والتجاوزات لحقوق الإنسان بعد التقرير وكأن شيئا لم يكن. ويوصي المؤتمر الذي تنظمه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في نادي العروبة والمنعقد بهذا الخصوص تحت عنوان بسيوني بين توثيق الانتهاكات وتنفيذ الاستحقاقات في الذكرى السنوية الثانية لتسليم التقرير بالتالي: أولا، ضرورة تنفيذ كافة التوصيات بشكل مهني تام وبشكل فوري وعاجل، لأن البحرين لا تحتمل مزيدا من تراكم التجاوزات الصارخة لحقوق الإنسان. ثانيا، الوقف الفوري لكافة الانتهاكات لحقوق الإنسان على المستويات التي طالت العديد من الفضاءات، خاصة في قطاع التربية والصحة وغيرها، وتصحيح الأوضاع المنافية لأبسط حقوق الإنسان بدءا مما أوصت به اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق تقرير بسيوني من الإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف التمييز السياسي والمذهبي والطائفي وغيرها. وهذا ما أكدته التوصيات الأخيرة الصادرة عن لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، وتنفيذا لتوصيات بسيوني ومجلس حقوق الإنسان العالمي الذي تعهد الحكم بتنفيذها والبدء بالإفراج عن الأطفال وطلبة المدارس والجامعات وتمكينها من مواصلة دراستهم والسماح للمعتقلين بالتطبيب ومعاينة أطبائهم متخصصين المحرومين منها، حيث يعتبر منعهم من التطبيب وفق المعايير الدولية استمرارا للتعذيب الذي تعرضوا له. ثالثا، العمل على تشكيل لجنة أممية تابعة للأمم المتحدة توثق بشكل كامل ومباشر كل الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في البحرين، نظرا لزيادة حجم وعدد الانتهاكات بعد تسليم تقرير بسيوني ومغادرة فريق بسيوني للمملكة، على أن تتعامل هذه اللجنة مع لجنة وطنية تشكل من شخصيات وطنية تتابع عملية تنفيذ التوصيات وفقا لما طالبت به اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. معذرة. رابعا، هاي قلناها رابعا لا؟ ها؟ أوكي. رابعا، فتح مكتب دائم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للمساهمة في تقويم واقع حقوق الإنسان الذي يعاني من شروخ وتجاوزات كبيرة ومثيرة من قبل السلطة تجاه شعب البحرين. خامسا، أن تكون عملية تنفيذ التوصيات مدخلا حقيقيا لمشروع العدالة الانتقالية والمصالحة التي تمثل حجر الزاوية لنقل البحرين إلى واقع حقوقي وسياسي متزن ويتماشى مع المقررات الدولية لحقوق الإنسان. سادسا، أن الحل الأمثل في البحرين يكمن في وجود حل سياسي شامل يحمي الواقع من تكرار واستمرار الانتهاكات من خلال مشروع سياسي حقيقي يجعل من السلطة نابعة من الشعب وتخضع للمساءلة والملاحقة والمراقبة من قبل الشعب. أما السلطة في شيء مكسور ما أدري، وتقطع المساءلة والمراقبة من قبل الشعب. أما السلطة الذي تستحوذ على كل شيء ولا تخضع للمساءلة فسوف تستمر بالانتهاكات بلا توقف. سابعا، بعد موافقة
ملك البلاد على التقرير وقبوله بكامل توصياته، فإنها أصبحت التزاما واجب التنفيذ على مملكة البحرين، كما أصبح لزاما على المجتمع الدولي متابعة تنفيذها بجدية وحزم أكبر. ثامنا، تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان العالمي، حيث التزمت حكومة البحرين أمام المجتمع الدولي بتنفيذ أكثر من 145 توصية بوقف الانتهاكات والتعذيب والممارسات الحاطة بالكرامة. الجهات المنظمة للمؤتمر، المفروض أكون في إجماع الجمعيات اللي ما كتبت. في ختام فعاليتنا ويومنا الحافل، طبعا لا يسعنا، أولا سنعلن انفضاض المؤتمر رسميا، فكل واحد يسترقي الحين، بعدين بشكركم طال عمركم. وفي ختام المؤتمر لا يسعنا ألا تقديم جزيل الشكر والامتنان للجميع على مساهمتهم الفعالة في إنجاح هذا المؤتمر، آملين في مستقبل أفضل من الماضي وأبدع من الحاضر لوطننا العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.